كلام. وبما اننا في موسم تاريخي للالعاب الاخرى في النادي الاهلي، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. موسم تاريخي بالفعل سواء رجال او سيدات. موسم استثنائي بل موسم تاريخي، فالمارد الأحمر ملك كل الصالات في مصر وإفريقيا بعد أن توج بجميع الألعاب الجماعية للرجال والسيدات نتاج الاجتهاد والعمل الجاد. 22 بطولة مع انتهاء الموسم حسم لقبها المارد الأحمر وجلب ألقابها لدولاب البطولات التي لا تعد ولا تحصى. منظومة إدارية ناجحة عملت على اختيار الكادر الذي يليق بالنادي الأهلي على المستويين الفني والإداري، يمتلك خطة هدفها التطوير للأفضل ووضع الأهلي على منصات التتويج دائما وحصد الألقاب. النادي الأهلي توج هذا الموسم بكل البطولات المحلية والقارية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في موسم استثنائي، مكافأة للجمهور الكبير الذي يقف وراء جميع الفرق الرياضية وللإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب ومجلسها وجميع من ينتمي لكيان الأهلي على التفاني والتركيز في العمل الجاد. المارد الأحمر في موسمه التاريخي توج في لعبة كرة اليد على مستوى الرجال بدور المحترفين وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، أما السيدات توجن بلقب الدوري ولقب كأس مصر. في كرة السلة حقق الرجال لقب دور المرتبط وكأس مصر ودور السوبر ودور السلة الإفريقي، أما السيدات فحققن 5 ألقاب: بطولة منطقة القاهرة، دور المرتبط، كأس السوبر، كأس مصر، دور السوبر. في الكرة الطائرة حقق الرجال لقب البطولة العربية وكأس السوبر، أما السيدات حققن لقب الدور الممتاز وكأس السوبر. في تنس الطاولة حقق فريق الرجال لقب الدوري الممتاز بعد الفوز على MB، أما فريق السيدات حققنا لقب الدوري على حساب بتروجيت. في كرة الماء للرجال حققوا لقب الثنائية المحلية الدوري وكأس مصر بعد غياب دام لأكثر من 20 عاما. بالأرقام والألقاب والإنجازات والبطولات قدمت الألعاب الجماعية مسيرة ورحلة مليئة بالكفاح والنجاح ليثبتوا أن القلعة الحمراء إمبراطورية لا تغيب عنها شمس البطولات فعلا وقولا.